ده اسمه التعدي على مصر، مشروع التعدي. بصوا سيادتكم، ادي الناحيه الثانيه، المرحله الاولى الممشى اهل مصر، اكن الناس كانت عمرها ما تمشت على النيل، بقى كله محلات واخداه وعلى النيل وانتهى. ده اتحرمت منه اهل مصر، ده غير التلوث البيئي والسمعي والضوئي وكل حاجه. اوكي بصوا بقى الناحيه دي بيكملوا، شوفوا التعدي على النيل وعاملين ايه، ده حاطين عواميد في نص النيل، وهيكملوا بقى في الحته دي والحته الثانيه اللي هيتفادوا فيها بقيه كوبري قصر ابو العلا. ده غير العمود المهبب اللي عاملينه اللي قطع حته الرصيف عشان اعلان، واشتكينا قبل كده مين اللي حاطه وسايب البتاعه دي في العرض، مفيش فايده. كويس نكلم مين في الدوله، الله اعلم. بصوا المطب في الارض عشان الناس اللي وهي طالعه تقع تنزل فوق نافوخها. بصوا بقى التعدي هنا، هل يرضي حد اللي حاصل ده؟ ادي حدود النيل والكورنيش، بصوا واخدين حته قد ايه لنص النيل. هو حد يعمل كده في بلده؟ في حد في الدنيا عنده نهر النيل يعمل كده؟ احنا عايزين نحاسب الناس المسؤوله، حد يعمل كده في نيل بلده؟